تم معناها قمع للشباب اللي هبطل شرح ببورقيبة بطريقة وحشية لا سابقة لها. نحن في التيار الديمقراطي أصدرنا بيان نددنا به محاولات القمع، وبينا أنه الاعتداء بالعنف على الشباب وخاصة على الصحفيين والنشطاء هذا من شأنه أنه يزيد يأجج الأوضاع، من شأنه أنه معناها يعطي رسالة سلبية معناها للشباب والمجتمع المدني. تالي نحن حمل المسؤولية معناها السيد الحبيب السيد وخاصة السيد وزير الداخلية أن يكفوا عن هذه الممارسات، وأنه يحاولوا معناها يكرسوا الأمن الجمهوري، لأنه بالأمن الجمهوري النجم نبنيه، ولكن عودة دولة البوليس لا مجال إليه. نحن إن عاد البوليس فهمتي ستعود الثورة من جديد، وندعيه إلى التهدئة في كل أحيان.